لكل شيء ثمن ولكل مجتهد مكافأة، فتعثرك لا يعني الفشل، وإنما يكشف قيمة ما تفتش عنه. الطائرة تواجه الرياح حينما تصعد، ولكن في النهاية تصل إلى هدفها. فكل نجاح كبير يتطلب إرادة للوصول إليه وتحقيقه. اعلم أن ما تفعله لنفسك يذهب، وإنما ما تفعله من أجل الآخرين سيبقى إلى الأبد. نفتش في الكواليس ونبحث في الأحداث ونأتي بما هو جديد. شعارنا: لا تضع قدمك في منطقة إلا وأنت تعلم قدرتك على تحقيق الهدف، فبدون التقدم بثبات لن تجني الثمار. إطلالة جديدة من صفحة الكربيه. هذا العدد لدينا العديد والعديد من الأحداث المهمة والأخبار الحصرية التي لن تجدونها إلا لدينا في الكربيه. شخصية العدد مع الأستاذة بسنت القواص، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديث. تتناول العديد من الملفات والنقاط التي تهم التعليم، ربما تركيزها الأكثر على أن التعليم القائم على الابتكار أولى خطوات بناء اقتصاد وطني قوي. في رؤيتها ترى أن عملية الابتكار والتعليم القائم على الابتكار والفهم الذي يخلق قيمة مضافة هو الذي يساهم بصورة كبيرة في بناء اقتصاد وطني. أما التعليم التقليدي القائم على الحفظ لن يعمل على نمو الفكر والعقلية في البشر. نفس الأمر هي تركز على هذه النقاط. ترى أيضا أن الأسرة وعدم تحملها المسؤولية في المساعدة في بناء والعمل على دعم الطالب فكريا ومحاربة أي شيء يتعلق بالتطوير، وعدم تحمل الأسرة ساهم بشكل كبير في عدم نجاح المنظومة التعليمية القائمة على الفكر والابتكار. تتحدث أيضا عن دورها ودور مجلس الإدارة في الشركة وماذا سيقدمون للمستثمرين. هناك 4 مستهدفات للشركة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تحقيقها من أجل أن يستفاد منها المساهمين وحملة أسهم الشركة، سواء بالتوسع في المدارس أو الاتجاه إلى أيضا الجامعات الخاصة. هذا فيما يتعلق بحوار العدد وشخصية العدد. ماذا عن الأخبار؟ لدينا من الأخبار كما ذكرنا العديد والعديد من الأخبار الحصرية التي لن تجدونها سوى لدينا فقط. أول هذه الأخبار: البورصة المصرية تستأنف جولات الترويج في الخارج. نعم، البورصة المصرية خلال الفترة القادمة ستقوم بجولات ترويجية بالتعاون مع بنوك استثمارية كبيرة للعمل على الترويج للبضاعة البورصة المصرية في الخارج من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين، سواء كان المستثمرين الأجانب والعرب. ربما الفترة القادمة سيكون هذا الترويج في دول الخليج، خاصة في دبي، لأن طبعا عارفين أن دبي مركز مالي كبير يلتقي فيه كافة المستثمرين والمؤسسات المالية من كل العالم، وبالتالي هناك إن شاء الله في اتجاه إلى أن البورصة المصرية تعرض المنتجات، تعرض ما تم متخذ من أجل قيد الشركات، ستعرض أيضا التيسيرات وتذليل العقبات التي تمت أمام المستثمرين لتوسيع القاعدة داخل البورصة خلال الفترة القادمة. ده إذا كان البورصة. ماذا عن الرقابة المالية؟ الرقابة المالية أيضا تقرر تخفيض مقابل تأجير سداد مستحقات صندوق ضمان التسويات. الكلنا عارف أن صندوق التسويات أساسا قائم على في حال تأخر
عمليات التسويات أو في حال تأخر عمليات التسويات النقدية بعد نقل الأسهم، الصندوق هنا بيقوم بدور الدور البديل لشركة السمسرة بأنه هو بيسدد الفلوس النقدية لحين لما تقوم شركة السمسرة بسداد هذه الأموال التي تم سدادها نيابة عن شركة السمسرة. هنا نوع من أنواع التنافسية والتميز وأيضا والتذليل العقبات، ان الرقابه الماليه رات لا احنا اي حد يتاخر على السداد هنخفض مقابل تاخير سداد المستحقات ليمنح السوق المال المصري نوع من انواع البورصه المصريه من انواع التنافسيه. هذا فيما يتعلق بالرقابه الماليه. هل انتهت اخبارنا الى هذا حد؟ لا، ليس لدينا اخبار كثيره. يمكن جمعيه المحللين الفنيين ايضا لها دور في سوق المال وبتقدم دور كبير جدا في عمليه التوعيه، في نشر الثقافه، في عمليه المنتجات اللي بتخرج، في عمليه رفع المستوى وتطوير المستوى فيما يتعلق بعملية المستثمرين، مسؤولي المحافظ. على هذا الأساس دايما بتسعى الجمعية لأن من خلال برامجها التدريبية أن هي تقوم بهذا الدور. ومننا الدور اللي قامت به الفترة اللي فاتت صناديق الاستثمار والمؤشرات، ووضحت من خلال الدورات التدريبية ايه دور الصناديق وايه دور المؤشرات، بحيث أن سواء الشركات السمسرة أو مدير الصناديق وأيضا المستثمرين أنفسهم يبقى عارفين الشغل اللي هم بيعملوه والقرار الاستثماري اللي هم بياخدوه، بحيث أنه يبقى مبني على نوع من أنواع القرار الصائب أو هذا الاتجاه. ليس ذلك فقط، ولكن أيضا لدينا الجمعية المصرية لمسؤولي الالتزام. يمكن هي الجمعية المصرية لمسؤولي الالتزام هي جمعية وليدة، الهدف منها أيضا رفع كفاءة وتطوير العاملين في قطاع السمسرة وقطاع الشركات العامة وقطاع سوق المال بشكل عام. الهدف منها ترسيخ وأهمية دور الحوكمة في البورصة المصرية وفي الشركات، لأن هذا الحوكمة والشفافية هنلاقي كتير قوي من الشركات والبعض الشركات ما عندهاش الجانب ده أساسي. لا، ده الجانب ده أساسي وأساسي وأساسي، ولذلك كانت هنا خلق كيان وتأسس كيان الجمعية المصرية لمسؤولي الالتزام، وبالتالي إن هي أيضا كجمعية بتعمل على تطبيق ممارسة الحوكمة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية فيما يتعلق بالجمعية. أعتقد إن هنا الأخبار وصلنا لنهاية الأخبار، لكن لما نيجي بقى نتكلم عن رؤية البورصة خلال تعاملات الأسبوع والمؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الحالي إن شاء الله، هنجد إن في توقعات كما تتوقعها الأستاذة حنان رمسيس، إن في توقعات إن شاء الله إن البورصة هتسترد وتعود الارتفاع مرة أخرى، لأن اللي حصل الأيام اللي فاتت كان نتيجة الأحداث اللي بتشهدها الاقتصاديات العالمية واللي كان لها تأثير كبير جدا على أسواق المال ومنها سوق المال المصري، لأن سوق المال المصري مش بيعمل بمنعزل، وبالتالي كان هناك عمليات تراجع نتيجة الأجانب ونتيجة تراجع كثير من الأسهم القيادية اللي هي أساسا لديها أسهم بتتداول برا في البورصات. توقعها ان شاء الله فيه ارتدادة، حتى لو كانت هتكون ارتدادة تميل بعض الشيء الى الاتجاه العرضي، لكن تميل الى الارتفاع البسيط. هي تتوقع ان احنا هنستهدف 10200 نقطة، لكن عندنا نقاط مقاومة هي 10000، واعتقد ان هي وفقا لتوقعاتها ان احنا ان شاء الله في وجود اخبار ايجابية على العديد من القطاعات مع توزيعات الكثير من الشركات لكوبونات نقدية، أعتقد أنها هتتجاوز هذا المنطقة. لم يتبقى سوى خارج المقصورة، سوى خارج المقصورة مالكش حجة. يمكن الفترة اللي فاتت شفنا أن كان الاهتمام بالقطاع الخاص كبير جدا، وأن الحكومة يعني عملت ما بدلها عشان تؤهل القطاع الخاص أنه يقود التنمية. في تذليل للعقبات،
فيها الكثير من التيسيرات اللي شهدها القطاع الخاص؟ لا، القطاع الخاص لما أصبحش مشارك فقط، ولكن القطاع الخاص أصبح بيبحث عن أن يكون له دور قيادي وريادي، لأن أي نمو اقتصادي لا يقوم إلا على القطاع الخاص وفكر القطاع الخاص. من أجل ذلك الحكومة كانت خدت كل وسائل التذليل العقبات، وبالتالي من خلال وثيقة ملكية الدولة ساهمت بشكل كبير أنها تيسر على القطاع الخاص، اتخذت الكثير من الإجراءات الضريبية اللي بتخفف عنه. أعتقد أن كده القطاع الخاص ما عادش عنده حجة أن هو يقوم بدوره في التنمية والعمل على المساهمة لتحقيق نمو اقتصادي يتناسب مع قيمة اقتصاد مصري والسوق الوطني. أعتقد هنا أن احنا انتهينا، ولكن لم ننتهي، ولكن لدينا لقاءات أخرى ثانية وثالثة إن شاء الله نقدم الجديد الذي يساهم بشكل كبير في أن يساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري. أعتقد إلى هنا، ونترككم في رعاية الله إلى معاد مجدد.